غنشوفوا الحسوه الثانيه اللي هي بالدوره بالدره والنافع. النافع غناخذوا واحد تقريبا نص كيلو، نقولوا نص كيلو ديال الدره. جانبا غادي ناخذ واحد الطنجره. ملي كتقول الدره باش نزيدوا نشرحوا للمستمعات شنو كتقصد بالدره؟ الدره طحين، طحين ديال الدره. طحين ديال الدره. واش تكون تكون اللي محمصه اللي تكون غليظه شويه ولا؟ لا لا لا، طحين يعني حسوه، كتجي حسوه يعني كتجي سائله بحال بحال بالبوله، بحال بالبوله ولا السميد او لا. يعني ماشي 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 عاقده. كناخذوا واحد الكميه ديال هذا ديال الذره جانبا في طنجره، غادي نحكوا واحد البصيله نعم، وواحد شويه الملحه، شويه البزار، وواحد الكميه كبيره ديال النافع. يعني نافع غير مدشدش ماشي شنو، هكا حفنه تقريبا، حفينه تقريبا حفينه، تكون منقيه ومصوبه ومدشدشه، يعني مطحونه نص طحنه ماشي مطحونه كامله، وشويه زيت العود، وكنخليوها نضيفوا نخليوها تحر شويه ديك البصيله حتى تطيح، ونضيفوا الماء ونضيفوا ليها الذره ديالنا، وتا هو كنبقاو محاولين معاه حتى كيطيب، حتى كتاخذي القوام ديالك ديال الجراوه. حتى هو يعني غتحتاج السيده تبدا تزيد شويه ديال الماء تماما، حيت هي كتحرك كتشرب طيب مزيان صافي، وتاخذ القوام ديالها، وهي كنفضل انا طيب في اخر لحظه. يعني خصها غير باش ما تتقالش. باش ما تتقالش، يعني غير تستهلك في الحين، يعني غير تطفي عليها وتسهل، كتجي رائعه وصحيه. حنا كنعرفوا على انه كاين في هذه الحسوات الناس اللي كيبغيو يضيفوا حتى لاخر ساعه واحد الخيط، وخاصه ذاك الجبانيه او كيحطوها في الطبله في الزليفات، كتزيد هذاك الخيط ديال زيت العود او زيت الزيتون. زيت الزيتون، واللي اللي يعني شاربها انا ضايفينها بزبده بلديه. ها تيديروا فيها هكاك طريف زبده بلديه من فوق زلافه تيذوب وكعاد كتشربها. كتجي رائعه بزبده بلديه. تهدي فكره، وبصحتكم وراحتكم هاد الحسوات البلديين.